هذا هو العام الثاني كنخدم به مع الجمعيه ديال النظام الاخضر مع التعاونيه ديك سوسيتي تقليدي من العريش، وكنحاول ما امكن نمحي للصوره ان نوصل معاهم الميساج او الرساله على ان البحار ماشي زبل ماشي زبل. ف لان بصوره جيد بسيطه وهي مثلا عباره عن مالين، يعني مالين جبروا فيها الزبل الزباله على الكرشه، لان حوت السمكه كتفتح فمها وكتدخل كتاكل البلانكتون كتزبل كامل اللي كتبقاش البلانكتون ولا الزبل ولا الكرشه معمره حيت ان النص ديال الفوق الفوق فهي مالين، ولكن تحت كامل معناها البحر كامل فهو ملوث. فمن ناحية التقنية أنا بطبيعة الحال أنا التقنية ديال الرسم على الجدارية وديك الشيء في بعض الأوقات ما تيكون شيء مجدي مزيان، ولكن نكملوها إن شاء الله باش يكون الميساج كاين. نحاولوا أن نعدلوا الجمالية ديالنا باش إبهار الناس وتريا الصيادة واللي عندهم هاد الثقافة ديال البيئة داخل البحار، على الأقل أن يكون عارف لأن الصيادة التقليديين كيديو معاهم يصيدو كيديو معاهم بلاستيك دانون، ماشي بحال الصيد اللي كانوا قبل. كنعرف أنا الوالة اللي كانوا أن المرات كتوجدو القفيفة كتعملو الطويجن ديالو فيه البطاطا مطيشة، هادشي البركة اللي كانت كيعود البحار كياكل في البحر، ما كاين حتى بلاستيك، ما كاين لي بلاستيك ني زبل، كيرجع القفة ديالو للدار كتكون البحار نقي. اليوم ولاو الشباب ما كيمشيش عند مراته يوجد القفة، ما فيه غير هو القفة، كيشري دانون وكيشري كيكيس وكيشري ما عرف شي حاجة وكيعوض البحار. داكشي اللي باقية الكارو ديالو باقية الثلاث كيسيبها، دانون كلاه كيسيبو، كاين جميع كيساهم في هذه العملية. لا المواطنين تعلموا ما يسيبوش الزبل حتى في الصقر، الاباء او الامهات تعلموا ولادها ما تسيبش في الزقه، ما يسيبوش يوما يسيبوش في المدارس كذلك، باش تولي الثقافه هامه، لان حنا خصنا نخليو ولادنا البحر، لان البحر نقي ما يمشيو نتبحروا نتمشوا، لا كنجبروا الرمله نقيه لان كنجبروا الان الزبل في كل بحيث انا مع النظام الاخضر هي جمعيه ماشي جمعيه كتحاول تبلغ واحد الرساله للجميع، لأن كيساهم في الأخ نقدين الدراري ديالو جميع الوسائل، حتى لارش أنفو هي مواكبة معاه في هاد العملية. فكنظن على أن البداية كيخص تكون البداية هي مزيانة، وكيخصها تكون التقليد كاملين عندهم تعاونية والبيئة، كلشي خدام في البيئة وما كيعملوش في البيئة والو. فكنظن على أن من غير أن مرة يقولوا شطبوا شي حومة أولا الحومات ديالهم جميع الاحياء، شطبوا الحومات ويسوقوها كتبدا هي مبادره عندها واحد الوقت وكتسالى. فانا كنتمنى على ان ماشي جمعيه يكون الناس كاملين عندهم الثقافه البيئيه، ماشي يمشي يجمعوا وينقيوا، لان الوسخ كيأثر على العينين والعينين كتأثر على النفسيه الانسان، الانسان كيولي كينحط لان السلبي موجود بزاف، ما خصوش يكون عندنا موجودين احنا في البيئه اللي فيها السعايا والزبال والحومات وهذا السلبي بزاف. اللهم هذا منكر.